فريق عمل واحلى شركه تاج للانتاج الفني، وكلكم فكاهه مازيه يا عمي. الناس اللي عم تشوفني بالشارع ابو عنتر ابو عنتر ابو عنتر، انا مبسوط بهالشيء هذا، لانه انا ملاقي انه في نجاح، في اقبال ان شاء الله تعالى، انه في هالناس حبت الشخصيه هي. السلام عليكم. لا سلامة. هلق الفكرة انه معروف انه سابقا على دور القبل انه في مسلسل اسمه مسلسل ابو عنتر وابو فهمي وذاك، انا متقمص الشخصية، انا حبيت لها الشخصية، انا عرفت شلون تلاقيني هيك في البيت وانا صغير، يعني تقلد للشخصية وهيك. فوقت اللي اشتغلت على الشخصية هاي انا ونجحت فيها، نحن عم نشتغل على نمط هالشخصية هاي بالسكتشات، شخصية ابو عنتر او يوميات ابو عنتر. اهلا وسهلا. بالله سلامة. اذا بتكون عم تلعب مع ابو العناتر يا باطل. ها بالنسبة للمعدات نحن بنعتبرها نقطة قوة وبداية، تمام؟ هي معدات بسيطة وبدائية، إن كان مثلا كاميرا هاتف، إن كان مثلا مايكات، إن كان يعني هي معدات بسيطة، ولكن نحن ما رح نتركها كعائق قدامنا، والحمد لله رب العالمين لقينا كثير قبول وتشجيع من المجتمع بالنسبة لموضوع التواصل الاجتماعي وانتشار، وعم تنتشر يوما عن يوم، عم بتزيد نحن. يلا ثلاثة وقف، أنت بدك توقف مقابلي مشان طلع الكاميرا. ما في مشكلة. ما في مشكلة. طيب خلاص أحاول هيك زاوية. لا خذ أنت وقف، بدك توقف مقابلي. تمام؟ وقف حط أنت وقف مقابلي. طيب. لكن مشان الكاميرا. طيب يلا. ثلاثة اثنين. تحية طيبة مشاهدينا الكرام. لماذا دائما نلقي باللوم على الدائن ولا المعير بالمدينة؟ تمام بلا مقاطعة. يومين تمام. هيك اليومين هيك التعامل عندنا. لنقف الى هذه النقطة، المصطلح السوري يومين يعني شهرين سنتين قرنين الى اخره. طبعا هي الرأي المعاكس اجت من فكرة ضربت عنا ترند، كنا عاملين مقطع فيديو لموتور وما موتور، انه استعارة ما استعارة مع الاستاذ فيصل القاسم، ضربت ترند واجتنا الفكره، ولكن انه حاولنا نغير عنها شوي، يعني مبدا الراي المعاكس الاستاذ فصيح الجاسم مسؤول البرنامج، فحبينا انه نعطي شيء عن الراي، مثل شلون بقول لك، بنحكي عن المشاكل الاجتماعيه اللي بتصير مع الناس لكن بطريقه كوميديه، يعني هلا مثلا واحد دين واحد مصاري بطريقه حلوه بطريقه مضحكه تضحك الناس، بيشيلها بيحطها على حالي عنده، بيشيلها بيحطها على صبحته، مثل بيقصد فيها فلان انه والله بين المزح وبين الجد رجع لي المصاري، يعني مهالمبدأ هذا. طبعا في افكار كتير، طبعا هو الحكي اللي بنحكي كله ارتجالي، ما في شيء مدرب عليه غير الفكره، يعني مثلا نحن اليوم نتفق على الفكره بعدين كله ارتجالي، يعني الحمد لله شباب عندهم خبره ومبدعين ويعني كلامهم مرتجل رائع جدا، يعني طبعا لابد من بعض الاخطاء، عندنا اخطاء كثير بسبب الامكانيات البسيطه اللي عندنا، تصوير المايكات، الصوت كثير عم نعاني منه، الاضاءه لسه كمان حابين لقدام نطور الموضوع ونساويه على مبدا استديو نظامي، مو موضوع بالاطاله وكرسي بلاستيك وحيط ابيض وشباك، يعني بده شويه تعديلات الموضوع هذا، ولكن بالنهايه كل انسان بلش بالبدايه خطوه خطوه، ما بيمشي الحال انه نطلع للدرجه 100 مشان ما نقلب، يعني وهي الفكره. يلا 3 2 لكم تفضل. يلا شريف رجع المكانات شيء نظيف والله، ماني مستنظفك لا انت ولا هني.